السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم كيفاش تلقاو الخدمة ولا كيفاش تدفعوا لديكاتلو. هاد الشركة ديال ديكاتلو كاينة بزاف، عندها بزاف ديال الفروع في العالم كله. يعني غادي إلا جينا نشوفو في العالم كله شحال عندها من فرع، غادي نلقاو في 44 دولة. يعني ديكاتلو كاينة في 44 دولة، وكل دولة عندها بزاف ديال الفروع. دونك غادي نشوفو دابا في كازا شحال كاينه من فرع ديال ديكاتلو. كاينه وحده في عين سبع، كاينه وحده اخرى في مارينا شوبينغ، كاينه في المدينه في جوه ديال المدينه، كاينه عاوتاني الثالثه في شارع عبد المؤمن في درب غلف. دونك هاد البلايص هادو الا مشيتو ليهم راه غادي تعرفو ديكاتلو فين كاينه، غير تسولو غادي تلقاو الطريقه باش غادي تلقاو ديكاتلو بلا ما تسولو. غادي تدخلو جوجل ماب، غادي تكتبو ديكاتلو، غادي يطلع لكم. دونك كيبقى لينا كيفاش غادي ندفعو السي في ديالنا لهاد الشركه هادي، واخا غادي تتبعو معايا مزيان مزيان باش تلقاو. كاين الطريقه اللي هي بدائيه، وهي كتمشي لعندهم كتهز السي في ديالك، كتسول على الاداره، كتدفع السي في ديالك. ضروري خاص يكون الانهدام ديالك يكون زوين، تكون لابس انيق، تجي عندهم في الصباح تكون حافظ السي في ديالك مزيان، عارف داكشي اللي كاتبو، ما يكونش فيه الكذوب. شنو كاين عاوتاني؟ الطريقه الثانيه وهي تدفع ليهم من الموقع ديالهم ديكادلون. غادي نشوفوا هنا كيفاش غادي ندفعوا ليهم، وكيفاش الطريقه دي اللي غادي نعطيكم غادي تطبقوها في جميع المواقع. يعني في اي موقع بغيتي تدفع ليه ولا شي شركه ولا شي مكازان باش تدفع ليهم، غادي تدفع باي بهذه الطريقه هذه تطبق على كل شيء. دونك غادي نشوفوا كيفاش. حنا دابا داخلين الموقع الرسمي ديال ديكاتلون. ديكاتلون حنا كتب لكم هنايا الرابط ديالو باش تدخلوا ليه ديريكتومون، ديكاتلون.ma. غادي ندخلوا الصفحه الرئيسيه كيف ما كتشوفوا هنايا. حنا اللي مهم عندنا ماشي غادي نشريو، المهم هو غادي نشوفوا كيفاش ندفعوا السيفي. غادي نهبطوا لتحت، نهبطو لتحت شي شويه، نزيدو نهبطو عاوتاني لتحت، نهبطو حتى البياد باج، يعني لتحت بزاف. اشنو كنلقاو حنايا لتحت؟ كنلقاو هنا مكتوبه نو سيرفيس ديكاتلون يوتيليزاتور اشوتي اون لين نو سبورتيف سون ساتيسفي. واخا غادي نشوفو هنايا كي سومنو، كاين عاوتاني مي ماغازان بلوغ، كاين عاوتاني هنا ريكروتمون انوفاسيون، كاين شروط عمل البيع موسيون ليغال. هنا نديرو ريكروتمون، كليكي عليها. فهاد ريكروتمون كنلقاو هنا كيحطو لي زانونس ديالهم، فين ما يحتاجو شي واحد كيحطو لي زانونس. كليكيو على نو زانونس هنايا، غادي نلقاوها كليكيو عليها. من بعد احنا كليكيو عليها، من بعد كتشارج لينا هاد الصفحه هادي. يعني هادو لي زانونس اللي كاينين حاليا، ليدر سبور ستاج اون كوميونيتي ماناجمون ديكاتلون عين سبع. كليكيو على هاد لانونس هادي، ندخلو ليها، نهبطو شي شويه لتحت. اذا بغاو ستاج كونترا ديال ستاج ديري 3 موا حتى 4 موا، بغاو شي واحد نيفو ديتيد ماستر باك بلس 5. شنو تاني؟ ليكيب سوسيال ميديا دو ديكاتلون عين سبع، اوبغي اون اي دو شيرش ان بو دو انفو بروفيل ريشيرشي. تي ان سبورتيف باسيوني، تي اون بون كولتور ويب اي سوسيال ميديا. شي كامل بغا يلكتي، الا كنتي انتريسي بهاد لوفر غادي تكليكي على بوستيلي. واخا من بعد كتكليكي جاكسبت لا لا شارت غولاتيف او دوني بيرسونيل فاليدي اي كونتينيو. نديرو عاوتاني امبورتي فوتر سي في، صافي غادي تدفع ليهم حتى السي في ديالك وداكشي، دفعو ليهم من هنا ولا غومبليغ لو سي في. نتوما شفتو الطريقة اللي هي بروفيسيونيل، كتعمر هاد السي في ديالك هنا، ومن بعد ملي كتعمرو كدير سويفون وكتكمل.
هي سبي وكتكمل. دونك نتوما دابا تعلمتوا كيفاش تدفعوا السي في ديالكم. حنا دابا دوينا غير على ديكاتلون اللي كاينه في كازا، اما راه ديكاتلون كاينين في المغرب كامل، كاينه في كازا، كاينه في مراكش، كاينه في محمديه، تقدر تكون في تطوان وطنجة. المهم اللي بغى يقلب واش ديكاتلون كاينه في المدينه ديالو يحاول يدخل الجوجل ماب ويكتب ديكاتلون ويشوف واش غادي يطلع ليه ولا لا. كيف ما كتشوفوا اليوم هضرنا على ديكاتلون، عرفنا كيفاش غادي ندفعوا لو سي في ديالنا لهاد الشركه هادي. واحد الحاجه مهمه بزاف باش نختم في هذا الفيديو هذا، وهو حنا ما محتاجينش منكم ديروا لنا ابوني ولا طلعوا لنا لي في ولا، حنا ما محتاجين حتى شي حاجه من هادشي. اللي محتاجينه وهو تستافد وتلقى خدمه، من بعد تحيد لابوني ديالك. هذيك لابوني اللي خاصك ديرها باش يوصلوك الفيديوهات ديالنا وتلقى الخدمه اللي بغيتي. ملي كيوصلك الفيديو قرا، غتقرا في لو تيتر، فهمتي؟ غتقرا في لو تيتر هذيك الخدمه واش تناسبك ولا لا. الا كانت مناسبك ادخل ليها، راه غادي تستافد. ما كانت ما تستافدش ما كاين لاش غادي تدخل وغادي تزيد لينا في ليفي، فهمتي؟ واحد الحاجه اخرى نوصيكم عليها، حاولوا ما امكن تلقاو الخدمه. هاد الخدمه راه قليله في هاد الصيف هذا وبزاف، يعني كيجيو بزاف ناس غير كيساليو القرايه ديالهم كيجيو كيخدمو، ما عندهمش مشكل باقل ثمن، المهم هو يخدمو. دونك انا وصيتكم بزاف باش ديك ابوني تفهموا علاش ابوني والجرس غير باش يوصلوك الفيديوهات، ماشي باش تطلع ليا لي في ولا. دونك من بعد ان شاء الله راه غادي نشرح لكم هذيك لي في اللي كتقول لنا باللي راه كتدخلوا الفلوس على ظهرنا، غنشوفوا شحال كندخلوا ديال الربح، وغادي تصدموا بزاف، فهمتيني؟ دونك حد موفق للجميع، ان شاء الله في فيديو قادم نشرح لكم شي حوايج اخرين، وتبارك الله عليكم وبسلامة.